طب خليني يعني ابص للجانب الاخر. يعني بنسمع عن طلبه بتنتحر، بترمي نفسها من النيل وبتقطع شرايينها وحاجات غريبه جدا جدا في اليوم ده. ايه اللي بيوصلهم لحاجه زي كده يا دكتور؟ ايه اللي ممكن يخلي طالب يعمل حاجه زي كده في حين ان هو ممكن يعدي الثانويه العامه بكل بساطه؟ يبني سنه وعدت، يعني ان انت من يعني خطوه وعدت، يعني مش نهايه المطاف يعني. يعني حتى اغلبهم حتى بيبقوا طالبات، يعني انت ممكن تتجوزي وتقعدي في البيت، يعني ايه اللي يخلي واحده تعمل كده؟ كلام سليم؟ كلام سليم. وهي فعلا مع ان الطالبات كتير منهم بيدخلوا كليه الطب وبيتخرجوا وبيقعدوا فعلا في البيت، يعني تبقى جايبه المجموع وتتجوز بيه على انها دكتوره وتقعد في البيت برضو. ايه بقى اللي يخلي حد انه يعني عشان زي ما حضرتك قلت، هي نهايه المطاف بالنسبه لهم، هي دي يعني مساله حياه او موت. فهي لو ما جاتش مش هقدر اعيش، انا هموت. وتبقى رابطه كل احلامها وامالها وطموحاتها وكل اللي جاي هنا، وما عندهاش اي مرونه ولا اي تقبل ان الحاجه تتغير. ده غير طبعا الاهل وضغطهم، وغير بقى التنمر الحقيقه اللي بيحصل. التنمر وتلاقي الناس كلها بتتصل يومها، في ناس بتتصل بدافع الاهتمام، وفي ناس بتتصل بدافع عملته ايه، ده انا ابني عمل كذا. لا ده من بالليل بقى، اديني رقم الجلوس علشان هعرف بالظبط. وابن خالتك عمل وابن عمتك والعائلات نفسها، حتى لو الاب والام متفاهمين، بنلاقي العيله كلها بقى بتضغط. مش انت بنتكم الشاطره عملت ايه، ابنكم اللي كنتوا حاطين عليه وبتقول عليه الدكتوره وصل لايه، وهكذا. فيبتدي يبقى في ضغط اسري وضغط عائلي على الاسره جامد جدا وعلى الطالب جامد جدا، فيشعر ان يعني دي نهايه فعلا المطاف بالنسبه له، ان يعني زي ما بيقول كده يا ارض شقي وبلعيني، فبيقوم ينتحر وينهي هذه الماساه. يعني احنا اللي بنحط نفسنا في الضغوط وبنحط الطلبه في الضغوط. طبعا واحنا اللي بنحط اولادنا في الضغوط. طيب فكره التفكير خارج الصندوق زي ما بيقولوا، حضرتك قلتي ان طبعا في كورسات، في حاجات حره تقدري تدرسيها، في تخصص وممكن ما اشتغلش بيه بعد ما ادخله، والاقي نفسي انا لقيت موهبه ليا او حاجه تانية خالص مختلفه وهنجح بيها واتشهر اكتر من ان انا كنت اشتغلت في التخصص بتاعي. ازاي اقدر اكتشف النجاحات دي جوايا، مش بس مجرد سؤال وجواب وجبت مجموع ودرجه فبالتالي يبقى انا خلاص شاطره؟ لان الشاطر مش شرط يكون شاطر علميا، يعني عمليا. صح. ممكن شاطر علميا بس عمليا مش بنفس الكفاءه. ايوه دي نقطه مهمه، ان احنا محتاجين نركز بقى على الاصعده الثانيه. يعني انا كطالب اركز على بقيه المهارات بتاعتي، ان لو انا بمارس رياضه اهتم بالرياضه برضو واديها شويه من وقتي، لو انا بحب ماده معينه اركز في الماده دي اكتر واشوف ايه اختياراتي فيها. ولكن احنا للاسف بنبقى رابطينها بمجموع، فحتى لو انت مستواك وحش في البيولوجي او العلوم انت هتدخل برضو طب، علشان هو ده اللي بيجيب مجموع كبير هم بيدخلوا طب. فتبقى النتيجة ان هو يا ما بيكملش، ودول كتير جدا على فكرة، يا بيخلص الكلية بالعافية واول ما يتخرج ما بيشتغلش اصلا دكتور، او يشتغل دكتور وتبقى مجموعه يعني اداؤه سيء في السوق واداؤه مش اللي كان متوقع منه عشان ما كانش حابب. بالظبط. فاحنا محتاجين نساعد ولادنا بقى بان احنا برضو نفتح نافذة على عالم تاني، من ان هم يشوفوا، نجرب كورسات في الحاجات اللي ممكن تشدنا، نجرب نمارس الحاجات اللي بالظبط دي حاجات المفروض نبقى عارفينها اوريدي. وبعدين لما يجرب الابتدائيات بتاعتها او الكورسات البسيطه في الاول، لو لقى ان في هو بيأدي فيها كويس والسوبرفايزرز بتاعته او الدكاتره اللي بيدرسوا له او يعني مدير الكورس لاقيه كويس بالظبط، يبتدي يشجعه، فنلاقي ان هو الحته دي كويس فيها ويقدر يأدي فيها، ودي حاجه هو ما كانش يعرف عنها اي حاجه خالص وما كانش يعرف ان ممكن يبقى عنده فيها موهبه. ولكن لما جربها لقى ان الامور ماشيه فيها كويس، وبقى ان هو تالنتد فيها او عنده مهاره فيها، ويبتدي يكمل فيها. وطبعا سوق العمل اتغير برضو، دي حاجه مهمه جدا. لان الذكاء الاصطناعي وكل حاجه دلوقتي رقمنه، فبالظبط متطلبات سوق العمل اتغيرت خالص عن زمان.